بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ اليوم بتسجيل مجموعة فيديوهات في البرمجة بلغة بايثون. كنت قد رفعت مجموعة من الفيديوهات في البايثون في اللغة الإنجليزية، ويمكن مشاهدة هذه الفيديوهات في قائمة التشغيل Introduction to Python. في السنوات الأخيرة تم إقرار البرمجة بلغة بايثون في العديد من أقسام تكنولوجيا المعلومات في العديد من الجامعات. فعلى سبيل المثال، في جامعة البلقاء التطبيقية تم إقرار هذا المساق ضمن خطة الكلية الجديدة. سأقوم في هذه الفيديوهات باستخدام أحد مفسرات البايثون Python Interpreter وكتابة البرامج وتنفيذها مباشرة، أي أن أغلب الفيديوهات ستكون ذات طابع عملي مع عرض المحتوى النظري أينما لزم ذلك. سنتناول اليوم تعريف عام باللغة وأهم مزايا لغة البرمجة Python. بايثون هي لغة برمجة قوية وسهلة التعلم، لديها هياكل بيانات فعالة عالية المستوى ونهج بسيط ولكنه فعال للبرمجة الموجهة للكائنات. إن بناء جملة بايثون الأنيق والكتابة الديناميكية جنبا إلى جنب مع طبيعتها المفسرة Interpreted Nature يجعلها لغة مثالية للبرمجة النصية والتطوير السريع للتطبيقات في العديد من المجالات على معظم الأنظمة الأساسية. تم تطوير لغة بايثون من قبل جودو فان روسوم في عام 1991 باسم بايثون 0.9.0. تم إصدار بايثون 2.0 في عام 2000 وبايثون 3.0 في عام 2008 وبايثون 2.7.18 في عام 2020. يتوفر مفسر بايثون انتربتر والمكتب القياسي الشاملة Standard Library مجانا في شكل مصدر Source أو ثنائي Binary Form لجميع المنصات الرئيسية من موقع ويب python.org، ويمكن توزيعهما مجانا. يحتوي نفس الموقع أيضا على توزيعات ومؤشرات للعديد من وحدات وبرامج وأدوات بايثون المجانية التابعة لجهات خارجية ووثائق إضافية. الميزات الرئيسية لبايثون: لغة عالية المستوى سهلة التعلم وقابل للقراءة. كما ذكرنا بايثون سهلة التعلم للغاية، تركيبها بسيط ومنحنى تعلم بايثون سلس للغاية. كما أن المسافة البادئة Indentation المستخدمة بدلا من الأقواس المتعرجة تجعل من السهل جدا قراءة كود بايثون، ولهذا السبب تقوم الكثير من المدارس والجامعات والكليات بتدريس لغة بايثون لطلابها الذين يبدأون تعلم البرمجة. الميزة الثانية اللغة المفسرة Interpreted Language. اللغة المفسرة هي لغة برمجة يتم تفسيرها بشكل عام دون تجميع البرنامج في تعليمات الآلة. كما نعرف تحتاج جميع اللغات عالية المستوى High Level Programming Languages إلى ترجمة البرنامج المصدر Source Code إلى برنامج يسمى برنامج الهدف Object Code، والتنفيذ فقط مسموح لبرنامج الهدف Object Code، وتستخدم لهذه الغاية مترجمات Compilers تقوم بترجمة البرنامج المصدر إلى البرنامج الهدف. لكل لغة برمجة مترجم خاص بها، مثلا لجافا مترجم خاص بها، C++ مترجم خاص بها، وهكذا. بدلا من ذلك يتم تفسير لغة بايثون مباشرة إلى تعليمات الآلة، ويتم ذلك باستخدام المفسر Interpreter الذي يقوم مباشرة بتحويل البرنامج المصدر إلى برنامج قابل للتنفيذ، أي أننا لا نحتاج إلى عملية ترجمة كما هو الحال في لغات البرمجة الأخرى. الميزة الأخرى مفتوحة المصدر ومجانية Open Source and Free. بايثون هي لغة برمجة مفتوحة المصدر Open Source، ويمكن تنزيلها مجانا من موقع بايثون الرسمي. يساهم مجتمع مستخدمي بايثون باستمرار في كود بايثون من أجل تحسينه. الميزة الأخرى اللغة المكتوبة ديناميكيا Dynamically Typed Language. بايثون هي لغة مكتوبة ديناميكيا، بمعنى آخر في بايثون لا نحتاج إلى الإعلان عن أنواع البيانات المتغيرات التي نحددها. تتمثل مهمة مفسر بايثون في تحديد أنواع بيانات المتغيرات في وقت التنفيذ الـ Runtime
بناء على أنواع أجزاء التعبير. على الرغم من أن هذه الخاصية تسهل عملية البرمجة، إلا أن هذه الخاصية قد تؤدي أحيانا إلى حدوث أخطاء في وقت التنفيذ. الميزة الأخرى مكتبة قياسية كبيرة Large Standard Library. مكتبة بايثون القياسية كبيرة للغاية وتحتوي على مجموعة متنوعة من الحزم والوحدات مثل Enter Tools و Func Tools والمشغل Operator وغيرها الكثير من وظائف مشتركة ومهمة فيها. إذا كان الرمز بعض الوظائف موجودا بالفعل في هذه الوحدات والحزم فلا نحتاج المطورون إلى إعادة كتابتها من الصفر، مما يوفر الوقت والجهد على المطور، أي أنه يمكن استخدام هذه البرامج الموجودة في المكتبة ولا داعي لكتابة هذه البرامج من جديد. علاوة على ذلك يمكن للمطورين الآن التركيز على أشياء أكثر أهمية تتعلق بمشاريعهم. توفر بايثون أيضا PyPI Python Package Index الذي يحتوي على المزيد من الحزم التي يمكننا تثبيتها واستخدامها إذا أردنا المزيد من الوظائف. الميزة الأخرى دعم المجتمع الكبير Large Community Support. مع واحدة من أكبر المجتمعات على Stack Overflow وميت أب اكتسبت بايثون شعبية على مر السنين. إذا كنا بحاجة إلى أي نوع من المساعدة المتعلقة ببايثون فإن المجتمع الضخم موجود دائما للإجابة على الاستفسارات. الميزة الأخرى منصة مستقلة Platform Independent. يعد استقلال النظام الأساسي ميزة أخرى رائعة لبايثون. هذا يعني أننا إذا كتبنا برنامجا بلغة بايثون فيمكن تشغيله على مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية على سبيل المثال ويندوز وماك ولينكس، ولا يتعين علينا كتابة كود بايثون منفصل لمنصات مختلفة. الميزة الأخرى بايثون قابلة للتوسعة والتضمين Extensible and Embeddable. بايثون هي لغة قابلة للتضمين، يمكننا كتابة بعض أكواد بايثون إلى لغة سي أو سي بلس بلس، ويمكننا أيضا تجميع هذا الرمز بلغة سي أو سي بلس بلس. بايثون قابلة للتوسيع أيضا، هذا يعني أنه يمكننا توسيع كود بايثون الخاص بنا بلغات أخرى مختلفة مثل سي بلس بلس. الميزة الأخرى دعم واجهة المستخدم الرسومية Graphical User Interface. يمكن استخدام بايثون لإنشاء واجهة المستخدم الرسومية Graphical User Interface، ويمكن استخدام Tkinter, PyQt, WxPython أو PySlide لفعل الشيء نفسه. تتميز بايثون أيضا بعدد كبير من أطر عمل واجهة المستخدم الرسومية Graphical User Interface المتاحة لها والعديد من الحلول الأخرى عبر الأنظمة الأساسية. ترتبط لغة بايثون بالتقنيات الخاصة بالمنصة. شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.